هلو، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي احكي عن كيف الشاب المنيح بيكون، شو هي مواصفاته، كيف بيكون بالعلاقة. بس قبل كل اشي بدي اوضح شغلة كتير مهمة، انه ممكن انا بشرح بعض المواقف، ممكن انا بشرح بعض السلوك للشاب، بس انا كريليشنشيب كوتش اكيد ما رح افهم توتالي ايش في هون عند الشاب، ونفس الشيء انتو صبايا. فما نحاول نفهم كل اشي عنهم، وما نحاول نفهم كيف هم بيفكروا، او ما نحاول نفهم ليه هيك عم بصير. بس بالاخر اللي بيهمنا انه احنا كيف نعرف كيف نتعامل مع الشخص اللي قدامنا بحبنا لنفسنا. فالاشي اللي بدي احكيها هلا، او الشغلات اللي رح احكيها هلا، مو ضروري كلياتها لازم تكون بالشخص عشان يكون منيح. No. كل حدا منيح بطريقته المختلفة، بس بالآخر هذا الشخص كيف هو ماشي بحياته، كيف هو بيعامل نفسه، كيف بيعامل الناس، هذا هو الأهم. عارف شو بيعمل وعارف شو بده. الشخص الجيد رح تلاقيه بيتحرك بحياته بشكل مختلف عن الباقي، لأنه بيكون هو شغال من مكان منيح، يعني عقله وقلبه عم بيشتغلوا من مكان كتير منيح، مش شغالين من مكان هو كره وكذب وحقد وانتقام. No. ما رح نلاقي هذا الشيء بالشخص المنيح، بالعكس. عشان عم بيشتغل من هذا المكان المنيح، فبتلاقي هو ماشي بحياته بشكل منيح. أفعاله نفس كلامه، كلامه نفس أفعاله. مش دايما بحكي 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 بس بالآخر ما في فعل. No. رح نشوف إنه التنين، الفعل والكلام نفس الشيء. فبيتحمل مسؤولية قراراته وبيتحمل مسؤولية حياته، وأكيد ما رح يلوم الناس والمجتمع عليه هو هيك. No. هو عارف إيش إله وشو عليه، وعارف إنه هو إذا تحرك بحياته وطور من حياته واشتغل عليها ورح يعرف إيش بده أكتر وأكتر. نيجي هلا للعلاقة. رح تلاقي بالعلاقة إنه هو الشخص وهو معك عم بيطورها لإشي إيجابي، لإشي منيح، ما رح يضل معلقك بسنين طويلة من دون ما يأخذ أي ستب إيجابية. No. ما عنده هذا الكلام. إذا هو شاف إنه أنتي مش زي ما هو بده، أو هو يعني أنتي مش الشخص المناسب، رح يخليك تكملي حياتك، ما رح يخليك معلقة فيه ومعلقة بحياته ويضيع وقتك على إشي فاضي. لأنه هو عارف بالآخر إنه أنتي شخص وعندك مشاعر وعندك حياة، فرح يكون محترم هذا الشيء، فما رح يعلقك forever. ما غير هيك، ما رح يطلب منك إنه تتخلي على إشي أنت بتحبيه، بالعكس رح يشجعك إنك تضلك تعملي معه. رح يكون بحياتك هو support، هو سند ودعم لإلك، وما رح يحكي لك إنه تخلي عن أصدقائك، تخلي عن عائلتك عشانه. No. رح يحبهم لأنك أنت بتحبيهم. وممكن هذا الشخص يختبرك أو يمتحنك في بعض الشغلات، مش عشان يلعب بمشاعرك او يلعب بعقلك. No. عشان يعرف انت وين مكانك بالحياة، كيف تتصرفي في بعض المواقف، فبدي يشوف شعورك ناحية الشغلات. بس انه هو يلعب فيك، يلعب بمشاعرك، يلعب بعقلك، مش وارد نهائي. واشي تاني انه لازم انوه عليه اكتر، اذا هذا الشاب منيح وعارف ايش بده بالحياة، وعارف شو هو الشخص اللي بده يكمل حياته معه، البنت يعني، ما رح يتنازل ويكون بعلاقة مع شخص ما بحب حاله، أو شخص ضعيف، أو شخص يائس لعلاقة أو لشاب، لأنه رح يشوف حاله إنه هو بده شغلة وإنتي بدك شغلة، فأنتوا التنين مش بنفس الليفل، فهو بده حدا يكون بنفس الليفل. أو إذا هو شايف بالبنت شغلة إنه ممكن يحسنها ويغيرها للأفضل. بس الشاب المنيح مستحيل يضل مع بنت ضعيفة ما بتحب حالها. فهو كيف شخص بيكون عم بحب حاله وعارف قيمة حاله وعارف إيش بده،
يدخل بعلاقة مع بنت مش عارفة شو بدها، ما عم بتحب حالها، ضعيفة ومحبطة ويائسة لشغلات كتير بالحياة، فأكيد هدول التنين ما رح تلاقوا. فدايما بحكي لكم لازم تكونوا وتصيروا أفضل نسخة من نفسكم عشان تقدروا تجذبوا الشخص اللي مثلكم. حبوا حالكم عشان تلاقوا حدا يحبكم ويكون يحب حاله كمان، عشان يعاملكم بطريقة منيحة، مش شخص ما بيحب حاله والإنسيكيرتيز عنده كتير عالية وعم بيتعامل مع البنت الضعف وكره وانتقام وكذب وخيانة، ما رح يزبط. فهاد كان نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا حبيتوه. باي.